عندي هدف في حياتي وباغي نحققه، ما كان عرفش شي حاجة سميتها المستحيل. أي حاجة ممكن نحققها بالإرادة والرغبة، خاصة تكون قوية. بديت بوحدي في هذا الطريق وغانكمل، عارف اللي غيجي واحد النهار وغانكون حققت الأفضل. لهذا أنا مآمن بالهدف ديالي. وانت علاش باقي مازال ما رسمتي هدف في حياتك؟ بزاف من الناس باقي ما عارفينش اش من طريق غيشدو، وهاد الناس كيلقاو ريوسهم في بلايص ما باغينهمش وما مرتاحينش بحياتهم. بكل بساطة ما اختاروش هدف في حياتهم، لكن ملي يكون عندك هدف خاصك تخدم باش تحققه بالعمل ثم العمل باش تخلي كل نهار هو افضل نهار عندك، وغتزيد تطور من راسك. خاصك تعيش الحياة اللي انت باغيها، ماشي الحياة اللي كيتوقعوها منك الناس. خاصك تخطى كل التوقعات، خاصك تستغل اي لحظة في حياتك باش تخلي انطباع ايجابي عند عائلتك والناس اللي دايرين بيك.